السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبابي وأعزائي طلابي، طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة الأندلس الخاصة للبنين. شو أخباركم؟ شو علومكم؟ إن شاء الله طيبين، يا رب تكونوا بخير. اليوم يا الربع عندنا درس وايد 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 سهل، وخلونا نبدأ الدرس مع قصة وايد سهلة وبسيطة وبتحبونها إن شاء الله. يلا تعالوا نشوف القصة اللي عندنا اليوم. يلا خلونا نسمع القصة. لماذا تبدو حزينا يا جاسم؟ نعم يا معلمتي، أنا حزين لأني أغضبت أمي. وكيف حدث ذلك؟ طلبت مني أمي أن أرتب غرفتي قبل أن أخرج إلى المدرسة، فخرجت ولم أطع أمي. هل تعلم يا جاسم أن الله تعالى أمرنا بطاعة الوالدين والإحسان إليهما؟ قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عندما أعود إلى البيت سأعتذر لأمي وأقبل رأسها وأطيعها دائما. انزين، سمعتوا القصة يا شباب؟ تعالوا نشوف الأسئلة اللي عندنا. أول سؤال يقول: لماذا غضبت الأم من ابنها جاسم؟ جاسم لما كان في المدرسة ايش قال حق معلمته؟ قال إن لما كان في البيت وأمه قالت له، أمه قالت له: يا جاسم قبل لا تروح المدرسة رتب غرفتك، رتب أغراضك ورتب سريرك ورتب أشيائك. وجاسم ما سمع الكلام وراح المدرسة، فأمه زعلت عليه وكانت غضبانة. بعدين المعلمة قالت له: لا يا جاسم ما يصير، لازم تسمع كلام أمك، لأن الله سبحانه وتعالى وصانا بالأم في القرآن الكريم. فجاسم على طول ما فكر، على طول قرر إنه لما يرد البيت إن شاء الله بيعتذر حق أمه ويقول لها: أنا آسف يمه وحقك على راسي، وأنا من اليوم ورايح بسمع كلامك على طول. بعدين السؤال الثالث عندنا: ايش رايكم انتم في سلوك جاسم انه ما سمع كلام امه؟ هاي صح ولا غلط؟ واذا صح ليش صح، واذا غلط ليش غلط؟ السؤال الرابع: هل تتوقعون ان ام جاسم تقبل اعتذار ولدها وتسامحه انه ما سمع كلامها؟ زين، تعالوا نشوف شو الدرس اللي عندنا ونعرف هل الأم بتقبل اعتذار جاسم ولا ما بتقبل اعتذاره. يلا يلا تعالوا. اليوم يا شباب عندنا درس عن بر الوالدين، وعندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن بر الوالدين. زين، تعالوا نسمع الحديث مع بعض. يلا يلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. رواه البخاري ومسلم. انزين، عرفنا يا شباب، سمعنا الحديث. انزين، خلونا نسمعه مرة ثانية، نشغل الحديث مرة ثانية. يلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟
ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. رواه البخاري ومسلم. إنزين شباب، بعد ما سمعنا الحديث، الحين نقدر نجاوب. هل أم جاسم بتسامحه وبتقبل اعتذاره؟ أكيد بتقبل اعتذاره وبتسامحه. إنزين ليش؟ تعال نشوف معنى الحديث ونعرف ليش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ريال جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ بحسن صحابتي يعني بحسن معاملتي ورعايتي. شنو يعني هالكلام يا أستاذ؟ يعني من أكثر واحد لازم أنا أحترمه وأحبه وأسوي له كل اللي يبيه وأسمع كلامه على طول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له؟ قال له أمك. بعدين الرجال قال له: إنزين وبعد أمي من؟ قال له ثم أمك. قال له: إنزين يا رسول الله، عرفت إن أمي، بعدين أمي، بعدين من بعدين؟ قال له ثم أمك. ثلاث مرات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أمك ثم أمك ثم أمك. بعدين قال له: وبعدين يا رسول الله، من بعدين؟ قال له ثم أبوك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالأم ثلاث مرات في الحديث، وأوصانا بالأب مرة واحدة. إنزين هل هالكلام معناته إن أنا أحب أمي أكثر من أبوي، أو إني أسمع كلام أمي وما أسمع كلام أبوي؟ طبعا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالأم أكثر من الأب. أول شيء لأن الأب ريال، لأن الأب ريال، والريال كلنا نعرف إن الريال أقوى من البنية، أقوى من البنية. عشان تشير الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على الأم، لأنها بنية، هي بنية ضعيفة شوي، وهي اللي حملت فينا ورضعتنا، وهي اللي تسوي لنا الأكل، وهي اللي تربينا، وهي كل شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا عليها ثلاث مرات، عرفتوا؟ إذا نعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لنا إن أولى الناس، يعني أول حد من الناس لازم تسمع كلامه وتحبه وأبدا أبدا ما تزعله، هو الأم الوالدة، وبعدين الأب. إنزين ممتاز ممتاز. زين شو اللي نتعلمه يا الربع من الحديث الشريف؟ رقم واحد، أول شيء نتعلمه أن الأم لها مكانة عظيمة في الإسلام، لأن الأم لو ما كان لها مكانة عظيمة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا عليها ثلاث مرات في الحديث، صح؟ رقم اثنين، الأم والأب لهما فضل وحق كبير على أولادهم. إنزين واحد يقول لي: إنزين يا أستاذ، الأم اتعبت فينا وحملتنا ورضعتنا وتسوي لنا الأكل وتربينا وتسوي لنا كل شيء نبي، الأب ايش سوى؟ شلون يعني الأب بعد يسوي لي كل شيء؟ الأب يشتغل ويجيب الفلوس حق البيت، يدخلك المدرسة، يصرف عليك، والأب يربيك بعد، صح؟ ما يربيك نفس الأم، يعني الأم تهتم بالتربية أكثر، لكن الأب بعد يربي، عرفتوا؟ فالأب والأم لهما فضل وحق كبير على أولادهم. يعني ما يصير إن أي واحد يزعل أبوه أو أمه، لازم يحترمهم أكثر اثنين ويحبهم أكثر اثنين في الناس كلهم، يحب أكثر اثنين أمه وأبوه. إنزين رقم ثلاثة، المؤمن يطيع والديه ويحترمهما. المؤمن يطيع والديه ويحترمهما. نتعلم من الحديث يا شباب إن نسمع كلام أبونا وكلام أمنا، كلام أبونا وكلام أمنا لازم نسمعهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا فيهم وقال لنا إن لازم نسمع كلامهم،
لازم نحبهم، ومش بس نحبهم، لا نحبهم أكثر اثنين، لأن هم اللي تعبوا علينا وهم اللي ربونا ودخلونا المدارس ويأكلونا ويسوولنا كل شيء، فلازم نفس ما هم يسوولنا كل شيء لازم حنا بعد نعطيهم كل الحب اللي عندنا. زين ها شنو التمارين بعدين؟ زين لين هني يا شباب، لين هني ونكون خلصنا درس اليوم، وإن شاء الله في الفيديو الجاي فيديو يوم الثلاثاء بنحل التمارين. إنزين عندكم واجبات، طبعا هالحديث حفظ، حديث حديث من أحق الناس بحسن صحابتي، حديث حفظ بيجيكم في الاختبار إن شاء الله، لازم الكل يحفظه إن شاء الله. إنزين ويلا خلونا نسمع آخر مرة، نسمع الحديث آخر مرة قبل لا نسكر، قبل لا نخلص. يلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري ومسلم. صدق رسول الله. انزين يا شباب، نفس ما قلنا ان شاء الله الحديث تحفظونه عشان بيجيكم في الاختبار بإذن الله. يعطيكم العافية، وخلصنا درس اليوم، وان شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء ان شاء الله. يلا مع السلامة.